الكابوس صنعته بريطانيا وتحقق على أرض فلسطين، منحت بريطانيا حقاً لا تملكه لمن لا يستحق في أرضنا على شكل دولة، فتعرف باسم إسرائيل. قالوا إن القارة العجوز ملت من سلوك اليهود آنذاك وخططت للتخلص منهم، وقالوا إن إنشاء إسرائيل يضمن للغرب تقسيم المنطقة ويبقي موطئ قدم لهم في الوطن العربي الذي سمي فيما بعد الشرق الأوسط. جاء آرثر جيمس بلفور الذي كان وزير خارجية بريطانيا آنذاك ليغرس خنجراً في خاصرة فلسطين ويأخذ على عاتقه وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وكأنه صاحب أرض وليس استعمارياً. هذا غيض من فيض لما قامت به بريطانيا من جرم بحق شعبنا الذي أصرت على نفي وجوده رغم جذوره الفينيقية والكنعانية